انت شو عملت فيني؟ قول. ما فهمت انت شو قصدك. اسمعني بيزيد، اوعك تفكر تكذب علي. كنت موجود عند كاتيا وشفتك مع السلطانة جلبهار. ضربتوني على راسي ولما وعيت لقيت حالي ببيت ما بعرف وين وحوالي بنات. انت اكيد مو عارفان شو عم تحكي يا قاسم. الظاهر لساتك لهلأ تحت تأثير المشروب روب. لهيك أنا ما رح حاسبك على الكلام اللي عم يصدر منك، لأنه الكلام اللي عم بتقوله مبين مانك مسؤول عنه. بيزيد قاسم، بيزيد شو عم تعملوا؟ انت بعيد. وقفوا يا أغوان، بعدوا عم بعض يا أغوان. يا أغوان شو اللي عم تعملوا انت وياه؟ قاسم، بيزيد سامحيني سلطانة، بس الكلام اللي حكاه خلاني أفقد أعصابي. أنا لكان؟ لكن اللي سويته أنت وأمك معي شو بتسميه بيزيد؟ السلطانة جلبهار مو ميتة؟ كيف عملوا هيك وشو سووا فيني ما بعرف، بس والله العظيم شفته بعيوني، كان هو وأمه ببيت كاتيا. مين هي كاتيا؟ شريكة بلال أغا بالحانة وعشيقة بيزيد السرية. لا انت جنيت على اخر سلطانة، هذا الحكي مو مزبوط. قاسم روح على جناحي واستناني هنيك. اصحك تفكر انه فيك تخبي هالشي. لا تشك بذكاء السلطانة قسم، هي بالاخر رح تكشفك. بيزيد الحقيقة رح تظهر هلأ أو بعدين. إذا في شي لازم أعرفه قوله هلأ، أحسن ما تتورط بشي أكبر. شو اللي عم يحكي أخوك؟ قال شاف أمك، هالحكي مزبوط؟ سلطانة أمي ماتت من شهور، يا ريتها عايشة. بعدين خبر وفاتها مو أنت جبتي لي إياه بنفسك؟ قاسم أنا ما بعرف شو في براسه، بس هذا الموضوع إله حرمته. بدل ما تخجل على حالك وتسكت عم تتهجم على أخوك، قلت لحالي بجوز إنك توعى وتعقل بعد السجن، بس أنت الظاهر ما في فايدة منك. بترجاكي سديني سلطانة، السلطانة جلبهار مو ميتة. لسه بيقلي جلبهار؟ قاسم لا تنسى إنك أمير، تعرف شو يعني تفوت على خمارة؟ ما بدي شوفك بهذا الوضع أبداً. إذا برجع بشوفك بهالحالة رح روح وخبر أخوك بكل شيء. أنا هلأ رح أثبت لك. صالح آغا، من فترة طلبت منه يراقب بيزيد. اسمعي بإذنك سلطانة، لما طلع سمو الأمير بيزيد من القصر أنا أجيت وعطيت سمو الأمير خبر، ورحت أنا والأمير على بيت كاتيا. والأمير بيزيد شفته؟ أو أمه السلطانة جلبهار؟ لا ما شفت حدا يا سلطانة، أنا بس رافقت حضرة سمو الأمير لدله على بيت كاتيا، بس ما فتت لأنه سمو الأمير صرفني. انصرف. وإذا مو مصدقتيني اسألي كاتيا، هي بتعرفه لبيزيد من زمان وبظن خططوا سوا لكل شيء. حجي خبر كمال كيتش عن القصة، خليه يروح لعند هاي كاتيا ويفهم لنا شو الموضوع. أمرك مولاتي السلطانة. بالمناسبة مولانا السلطان بعت لك خبر، حضرته عم ينتظرك بغرفة الديوان.
من هلأ لنفهم القصة مزبوط، أنت ما بتجيب سيرة لحدا أبداً. مولانا ليش طالب يشوفني بغرفة الديوان؟ كمال كيتش أغا، هاد هو بيت كاتيا خانم. فتشوا لي كل البيت. انتو شو عم تعملوا يا أغا؟ وليش بدكن تفتشوا؟ كاتيا خانم، مظبوط انه سمو الامير قاسم اجى لهون امبارح؟ اي مظبوط اجى لعندي، بس سمو الامير كان وضعه مو طبيعي وصار يسالني عن سمو الامير بيازيد واصر انه عندي وفات على كل الغرف ودوار، ولما تاكد انه ما انه عندي راح. سمو الأمير ما قال هيك، قال شاف السلطانة جول بهار ببيتك. كيف؟ انت شو عم تقول يا أغا؟ السلطانة جول بهار؟ أنا بعرف إنه هي من فترة ماتت، بعدين شو المناسبة لحتى يجي سمو الأمير لعندي لهون؟ شو في بينك وبين سمو الأمير بيازيد؟ أنا شو بده يكون؟ الموضوع إنه مرة أنا التقيت بسمو الأمير بالصدفة لما الإنكشاريين كانوا عم يهاجموا الحانات، وشفته مرة تانية بليلة الحريق وبس، وما شفته من بعدها. ما لقينا شي يا آغا. طلعوا استنوني برا. إن شاء الله يكون اللي قلتيه مزبوط، وإلا رح تكون العواقب وخيمة يا كاتيا.